طيب في الجزء الثاني بدنا ندخل على اللينير ريجريشن بطريقه مفصله. اذا انا عندي اللي هو تريننج داتا سيت وعندي الجوريثم، بدخل تريننج داتا بدخلها على الجوريثم بيطلع لي معادله اللي هي بنسميها الهايبوثيسيس. طبعا بندخل له كمان الداتا اللي بدي اتعلم منها. فانا عندي تريننج داتا او يعني هاي السايز اوف ذا هاوس اذا بدنا نشوفه ك يعني هدفنا نطلع اتش هي المعادله. اتش بدخلها بصير بعدين يدخلها مثلا مساحه الشقه تقدر تتنبأ عن سعر. فهدفنا ان نلقى اتش هي المعادله اللي بندور عليها. يعني مثلا عندي اكس واي، هاي هذا التريننج داتا، هاي التريننج داتا اللي موجوده عندي. انا ورجيتكم اياها هون يعني اكس واي على منحنى، بس تقدر تشوفها انت كجدول، جدول عادي هيك. عندنا البرايس، عندنا مساحه الشقه، وعندنا السعر بيش انباعت. انتبهوا. وانا منها بتنبأ من هالمعادله اللي بتقدر تعرف لي السعر الجديد، او بتنبأ بالمعادله. يعني مثلا ممكن اقول له هاي المعادله، بقول له اتش اوف اكس، اتش هي بنسميها الهايبوثيسيس، اتش اوف اكس، اكس بعطيها ايش؟ بعطيها المساحه مساحه الشقه. وهي بتستخدم هاي المعادله هاتوا نقراها مع بعض. هاي بتقول له ثيتا 0 زائد اكس 1 ثيتا 1 ضرب اكس 1 ضرب اكس. اكس شي اكس السعر. معناته انا في عندي تو باراميترز صار جداد، ثيتا 0 وثيتا 1، وانا بدور عليهم اللي هن المنحنى السلوب والواي انترسبت اللي هن بيعطيني المنحنى كيف شكله. بجوز المنحنى يطلع هيك، بجوز يطلع هيك، بجوز يطلع هون المنحنى، بجوز هون، بجوز يطلع افقي، حسب انا شو بدي. هلا حسب او مش حسب شو بدي، حسب الداتا اللي تعلمت منها. يعني this is called a linear function. هذا اتش عندي متاسف بضل يغير لحاله. انا عندي اذا هاي المعادله اتس لينير فانكشن. ليش لينير؟ لانه الخط هاي المعادله بتطلع الخط مستقيم، فيش فيها اكس تربيع واكس تكعيب والى اخره اللي يطلع المنحنى بولونوميال، مش لينير. فهي بنسميها لينير ريجريشن. وانتبهوا انه انا عندي وان فاريبل لحد الان، فاريبل واحد او فيتشر واحد بنتعلم منها اللي هي ايش؟ اللي هي سعر الشقه مثلا. فهي نقولها نسميها linear regression with one variable. أنا ممكن يكون عندي أكثر من variable. هاتوا نشوف. صار في عندي x1 يعني multiple linear regression أو multivariant، اللي نسميه multivariant linear regression، أو إذا بدي عندي multiple features. فتخيلوا لو افترضوا أنه أنا عندي x1 هي السعر، اكس 2 عدد الغرف، اكس 3 باي طابق موجود الشقه، اكس 4 كم عمر، وهي السعر. طبعا هذا اللي انباعت فيه. فانا بدي اتنبا عن هلا لو تيجيني شقه جديده اعطيه المواصفات هاي يقدر يقول لي قديش سعر. انا بدي اعطيكم فانكشن تقدروا تستخدموا اللي هو ثيتا 0 زائد ثيتا 1 ضرب اكس 1 زائد ثيتا 2 ضرب اكس 2 زائد ثيتا 3 ضرب اكس 3 زائد لعند عدد n من الفيتشرز. وممكن اعطيك اكثر من هيك، ممكن اعطيك فانكشن ثاني. يعني متاسف مش فانكشن ثاني، هان انا افترضت ان بس دخلت هون على اول وحده دخلت اكس 0، بس اكس 0 تساوي 1. بس عشان انت تقول لي منين ليش حطيت هاي بدون اكس، مش مهم. طيب لحد الان عندنا هذا الفانكشن اللينير فانكشن اللي هو ممكن نستعمله، فيش مشكله.
طب استاذ شو ثيتاز هذول؟ منين نجيب قيمهم؟ لسه قيمهم احنا بدنا نتعلمها. نتعلمها عشان شو؟ عشان بعد ما نعرف هاي القيم، بعد ما نعرف هاي القيم، قيم ثيتا زيرو، نقدر ناخذ هاي المعادله ونحطها في قلب البرنامج تبعنا. مثلا ممكن اقول له 80، يعني شو يعني 80؟ يعني ثيتا زيرو 80 زائد عشر ضرب اكس واحد زائد 1% ضرب اكس اثنين زائد 3 ضرب اكس 3 ناقص 2 ضرب اكس 4. او هاي القيم منين جبتها؟ هاي انا اعطيتك، هاي انا تعلمتها هون المشين ليرنينج. كنا مندخل هذا الجدول على برنامج، على الجوريثم بنسميه بصراحه لينير ريجريشن، وهو لحاله بالكالي هذول القيم الثيتاز. اذا طلعوا هاي حط 80، هو لك هيك 80، هاي حطها 10، هاي 1%، هاي 3، هاي ناقص. شو يعني ناقص؟ ناقص يعني معناته كلما زاد عمر الشقة بنقص السعر، بنقص السعر، مزبوط؟ بالتالي انا لما تعلمت القيم ثيتاز اللي بتطلع عندي ممكن تطلع صغيرة بالاعشار او او اقل، ممكن تطلع قيم كبيرة، ممكن تطلع بالماينس. يعني بيصير هاي الفيتشر بيصير لها تأثير سلبي على عمق على الـ على الاوتبوت اللي بدنا اياه، زي مثلا البرايس. ف يعني سبوز وي هاف ذا فولوينج فيتشرز، وانا ممكن يعني بالسلايد السابق ورجيتك لينير ريجريشن، هلا بدي اورجيك مش لينير، بولينوميال ريجريشن. انا ممكن اعطيك اكس تربيع زائد اكس تكعيب زائد اكس ان هو ان. فانا ممكن احط بالمعادله تبعتي، يعني باختصار هون احط لها اللي هي احط لها تربيع وتكعيب والى اخره حسب انا شو بدي. شو بتختلفن هذول عن بعض؟ بختلفن عن بعض انه هذا مش لينير ريجريشن، هذا لان هالمعادله مش خطيه، بسم بولينوميال اسمه ريجريشن برضه، بس مش شو ريجريشن. ريجريشن معناها انحدار. اعطيك امثله. هاي مثلا اذا طبقت على الداتا هاي اللي هون، اذا طبقت اللون البرتقاني هذا بطلع لنا المعادله هاي، او استخدمنا فيه مثلا هاي تربيع. اذا طبقت مع جذر التربيع الى اخره بطلع لك اللون الاخضر هذا، بدك الازرق هيك. يعني باختصار انا لما بكون عندي داتا انا بدي اميل المنحنى، بدي اميله زي ما بدي بميله باستخدام اني استخدم تربيع وتكعيب. يعني شو يعني؟ يعني انا بعطي المعادله التربيع والتكعيب زي ما بدي، وبحط له هذول الثيتاز، وبقول للبرنامج تبعي اللي بيعمل ماشين ليرنينج، بقول له روح الكالي قيم ثيتاز لهي المعادله. فطبعا هون الفيتشرز انا حر فيهم، انا كيوزر، انا يعني. وهون على فكره الشطاره، الماشين ليرنينج اصلا هو عباره عن الجوريثم احنا بنطبقه. ولوين الشطاره بالموضوع؟ الشطاره انك تختار الفيتشرز. ممكن انت تعمل كومبانيشن لفيتشرز، مثلا عرض الشقة في عمقها اللي هو عمليا مساحتها، ممكن انت تعبر عنها بقيمتين مش بقيمة واحدة، او ممكن تجمع 10 قيم انت تجمعهن وتحط وتعبر عنهم في فاريبل معين. هذا برجع لإلك، هذا برجع لإلك. الاشي الثاني انك تستخدم لينير ولا سكوير ولا سكوير، يعني سوري، يعني انه تربيع ولا تكعيب المعادلة، هذا برجع لإلك انت. فديسايدنج ويتش فيتشرز اند ويتش موديل، واحد يعني اذا بدك تربيع ولا تكعيب ولا الى اخره، ذات بيست فيت يور داتا اند ابلكيشن، هذا برجع، هذا مش موضوعش بالكورس، هذا بصراحه خبرتك انت، هذا هو هون الخبره العمليه تاعت الشخص، مش شيء بتتعلمه.
طيب خلينا نوقف وناخذ أسئلة إذا في حد عنده أسئلة.